أركان الصلاة. لابد أولا من القيام في صلاة الفريضة. أن يصلي قائما لا يصلي جالسا. نعم. ولابد من تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر. الله أكبر أو تكبيرة الإحرام دتسو. ولابد من قراءة الفاتحة. فاتحة ركن يقير. ولابد من الركوع. يركوع دو. والرفع من الركوع. يركوع يرحل تعرضه. ويسجد على الأعضاء السبعة. يورخ ميجين دي سجود دردو. ثم يعتدل ويرفع من السجود. صوت إحاء. صبر دويا يغ سجود يرحل غواتي. ويجلس بين السجدتين. يغ شين سجود يقع وحو. ولابد أن يرتب الصلاة على ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم. يغ بيمر صلى الله عليه وسلم أتره معها حد دوتوي. نعم. ولابد يطمئن في صلاته يعني لا يصلي ينقر الصلاة بسرعة. صيغة تلوشة ويقرأ التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات. يوتأخر تشهد تشهد يشتو. آخر تشهد الأخير. تأخر دول تشهد ركن. ولا بد أن يقرأ التشهد وهو جالس. يو يتشهد يشخين هاي التحيات إذا خين عشخل يشو. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. يو إبراهيمية بوش صلوات تلتوا. نعم. وأيضا لابد من التسليمتين. يو شيء سلام دل ديستوا تحر.